السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. ننشر لكم موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ليوم الأحد 13/9/2020 بالدوري المصري والقنوات الناقلة للمباراة. ولكن عزيزي المشاهد الكريم، وفضلا وليس أمرا، ادعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على وضع الكل حتى يصلكم منا جديد الفيديوهات الرياضية على القناة، وحتى تعم الفائدة للجميع. وإليكم التفاصيل. ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان اليوم متابعة اللقاء المهم الذي يجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي باستاد القاهرة الدولي في افتتاح منافسات الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلي، لا سيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربي الليلة يعني إعلان المارد الأحمر بطل للدوري قبل مباراته المقبلة غدا الاثنين. ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 26 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 4. وفي المقابل يحتل الانتاج الحربي المركز العاشر بترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر في 9 مواجهات ايضا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع نادي مصر. ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك امام الانتاج الحربي مكونا من محمد ابو جبل في حراسة المرمى، واحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وحاتم سكر في خط الدفاع، وطارق حامد واسلام جابر، وامام أمامهما مصطفى فتحي وإمام عاشور وأحمد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم. أما التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي أمام الزمالك فمن المتوقع أن يكون مكونا من عامر عامر وأحمد شديد إناوي ومحمود البدري ومحمد بازوكا وعلاء سلامة وإبراهيم عبد الخالق ومحمد فيرا ومحمد عادل وغنام محمد ومامادو نياس ومحمد رجب. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي. وسوف تقوم قنوات اون تايم سبورتس بنقل المباراة على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي للمباراة يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في الختام نشكركم لحسن استماعكم واعجابكم بالفيديو واشتراككم بالقناة، وخالص تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة ان شاء الله، والى ان نلقاكم في فيديو قادم، نستودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.